التقاعد منعرج نحو مرحلة مهمة في عمر الفرد، يرى فيه البعض إشارة حزينة على دنو الأجل وقرب النهاية، بينما يعتبر كثيرون أنه مناسبة لتجديد الحياة ونقطة انطلاقة لها. التقاعد في الحقيقة هو بداية وليس نهاية كما يظنه الكثير. هو بداية لأنه بداية التفرغ إلى ما نهواه، إلى ما نحبه، إلى ما نريد أن نتعاطاه دون ضغوطات يومية ودون ضغوطات العمل ودون الأعباء اليومية المتكررة الكثيرة، الأعباء التي كنا نتحملها ونحن نتحمل مسؤولية العمل. تخصب حديقة العمر في طور التقاعد فتزهر مشاريع وأعماله وتنتج حتى الأدب والشعر. ما أتشعر بمقفى، ولكن كلامي منظم موزون. قد قيل لي إنك شعرانية طولة، والشعر بالحر يبي، والنور يطلع لمن كان قلبه نيرا ليس بحزين. كالشمس أستأذن للكتابة من الرحمن، لست من الشمس من العباد ولساني لان. أنير صدور قوم بدعوة الحب والإحسان، سراجك بكلمات تنطق الحق وتحق الأمان. في عالم المتقاعدين مجال لاكتشاف النفس، مراجعة الكثير من الأفكار المغلوطة والأحكام المسبقة. حقيقة أنا التقاعد كانت عندي فكرة معناها معينة عليه من خلال قراءاتي لنجيب محفوظ، ديما يحكي على المتقاعدين وكيفاش تبدأ حياتهم، فيها برشا بؤس والمعاش، واللي حالة المعاش كأنها كارثة. لكن الحقيقة ما عشتش بهذه الطريقة، كانت لي فرصة لأعود إلى مؤلفاتي وكتاباتي وأحتفي بها، وكنت أشعر دوما كأنها أبنائي. لا يقتصر هم المتقاعدين على معيشهم ولا ينشغلون بشأنهم الخاص، ففي قلوبهم الرحيبة متسع للتآزر والبذل لمساعدة المحتاجين وشد أزر المحرومين، ومن وقعوا تحت طائرة قسوة الطبيعة والمناخ. رفضهم لمنطق الجمود والاستكانة كان أكبر من القوانين الإدارية، فحولوا لحظة تقاعدهم إلى نقطة البداية لحياة جديدة مفعمة بالنشاط والحيوية والإنتاج. محمد الأطرش، قناة المتوسط، تونس.